هذه واحد رسالة للإخوان المنخرطين اللي هما كلهم أصدقاء ديالي وكلهم تنعرفهم وكلهم تعرفوني، خاصة القدماء المنخرطين ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي اللي كانوا منخرطين من سنوات التسعينيات حتى 2013 2014. وهذه تنظن بأن 19 منخرط راه ليست بقوة ضاربة داخل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، 19 منخرط اللي مخلصة الانخراط ديالها، ما ندخلش انا في اطار دوك اللي مخلصين عليهم، الناس ما عنديش عليهم خبر وداك الشيء ما نقدرش نهضر عليهم، ولكن تنظن بان رساله المنخرطين شت واحد التسريبات ديال بعض الاوديوات اللي خرجوا خارجين حاليا، وما عرفتش شكون اللي سربهم، وداك الشيء راه يندله الجبين. تنظن بان كاينين، الا كنتوا تدايرين واحد الجروب بيناتكم وتتهضروا فيه على فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، هذا مزيان، ولكن دوك اللي تيسربوا لي زوديو راه هذا راه ما مزيانش. الناس دايرين فيك الثقه وتيهضروا معاك وانت تتصرف لي زوديو حشومه، ماشي مشيام ولاد الناس. وتنهضر على، الا بغيت نهضر على المنخرطين، تنظن بان قانون الانخراط هو شيء يعني حق ارادوا به باطل. لماذا؟ لان تنظن بان الانخراط خصو يحيد، وخص تجي الا كنتو غتهضروا على شي حاجه هضروا على الشركه الرياضيه، لان هي مستقبل ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، وهي الهدف الاسمى. ملي نوصلوا للشركه الرياضيه راه نكونوا قطعنا اصوات في النجاح ديال النادي ديالنا اللي هو فريق الرجاء الرياضي البيضاوي.